قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا. فالأسوة في إبراهيم عليه السلام مع أنه أبو الأنبياء وهو صاحب الحنيفية، ومع هذا ما قال اقتدوا بإبراهيم كما قال اقتدوا بمحمد، إنما قال إذ قالوا، يعني لهم أسوة في لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا. فنحن نقتدي بالتوحيد،